تكنوز في تكنوز اليوم بشرة تونس في الفينال متاع الكوب دو موند. بيان ايفيدامون مانيش نحكي على الكيب متاع الفوت خاطر حتى في البلاي تونس صعيب شوية توصل للفينال. نحكي على الإيماجن كاب متاع مايكروسوفت، مسابقة تكنولوجية عالمية موجهة للطلبة تعطيهم الفرصة انهم يوفقوا الابداع الباسيون والموهبة والمعرفة متاعهم في خلق وابتكار دي زابليكاسيون جديدة، دي جو فيديو جدد ولا برمجيات جديدة في مجال التكنولوجيا الرقمية. هذا الكل في إطار منافسة حلوة على مرحلتين، كانت الأولى الدومي فينال متاع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط اللي كانت مقسمة لثلاث كاتيجوري كانوا ممثلين فيهم ثلاث إكيب توانسة من بين 36 فريق في اللعب. وكانت تي دو الإكيب التونسية المتكونة من دي زيتيديون من الإسبري حازت المرتبة الأولى في الكاتيجوري متاع لي جو فيديو بالبروجي متاعهم باك إن تايم. باك إن تايم هي كرياسيون 3D وين الجوار يلقى روحه في وسط عالم الكل دي زومبي بعد ما صارت حرب نووية، دوكو يسافر للماضي باش يحاول ينقذ الدنيا من المصير اللي وصلت. تي دو والممثلين الاخرين لتونس في الإيماجن كاب باي مايكروسوفت كانوا روحوا نهار الأربعاء من الإمارات ولقاو في استقبالهم في مطار تونس قرطاج السيد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة، السيد شكري تيرزي كاتب الدولة المكلف بالشباب، والسيد محمد بريدة المدير العام تاع مايكروسوفت تونيزي. وكان الثلاثي هذا بارك للمشاركين الكل في الكومبيتيسيون وحفز تي دو ليكيب الفايزة باش تعمل لو ماكسيموم باش تشرف تونس والبلدان العربية في الفينال اللي مش تصير في سياتل يو اس اي في جويليا المقبل. وانا من جهتي نهني تي دو باسم ايكيب كنوز اف ام ونتمنى لهم مشاركة طيبة في امريكا هما والفريق الفلسطيني بسير اللي ربح في الكاتيجوري إنوفاسيون. كم كوا الخلق والأبداع ما هوش مربوط بالبترول أما بالخدمة التالون والطموح. هكا تكنوز لليوم وفيت تحياتي. تكنوز